يا ترى لو سألتك ايه اكتر حاجة حابب ان هي تتحقق في التقنية الحديثة وعصر التكنولوجيا اللي احنا بنعيش فيه؟ الاجوبة هتكون مختلفة، بس اكيد اللي كلنا هنجتمع عليه وعايزينه فعلا يتحقق النهاردة قبل بكرة، ان انت يكون عندك طاقة لا تنفد، او بمعنى ادق بطارية ما بتخلص. بطارية ما تحتاجش ان انت تشحنها كل يوم للسمارت فون بتاعك او لسماعتك او السمارت ووتش او حتى لعربيتك وممكن للمركبة الفضائية بتاعتك. دي فعلا هي اكبر حاجة ممكن تتخيلها، ان يحصل في يوم من الايام اجهزة ببطارية من غير ما تتشحن، بطارية تدوم اوقات طويلة جدا جدا جدا. احنا فعلا بنلاقي بعض الساعات دلوقتي الانالوج بتشغل بطاريات ممكن تقعد 5 سنين متواصلة. لكن لو انا جيت قلت لك تعال نعلي سقف الطموح ده ونوصل لابعد من كده، تعال نضرب الرقم ده في 2 هتبقى 10 سنين، لا زود كمان هتبقى 20 سنة، زود اكتر اكتر 30 سنة. لا يا صديق، انا بقولك ان في ثورة وتقنية بدأت تظهر على الارض الواقع هتخلي بطاريتك فيها طاقة لمدة 50 سنة. ايوة زي ما سمعت، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقة النهاردة، فاكيد تابعني عشان تعرف ايه البطارية وايه نوع البطارية اللي ممكن يقعد معاك 50 سنة متواصلة اي شحن. ويلا بينا بسرعة عشان ندخل في الموضوع على طول، يلا بينا. اهلا وسهلا بكم من جديد. الموضوع معقد شوية، ولكن فعلا شركة بيتا فولت الصينية قدرت ان هي تعمل المعادلة الصعبة جدا 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 والمعجزة اللي احنا كلنا كنا بنحلم بيها في يوم من الايام، ان انت يبقى عندك بطارية ما بتخلصش، او على الاقل تقدير تقعد فترة كبيرة جدا 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 من الزمن عشان تقدر ان انت تشحنها تاني. وده كان الاعلان الثوري في عصر التكنولوجيا والتقنية الحديثة اللي قامت بيه شركة بيتا فولت عن تصميم اول بطارية بتعمل بالطاقة النووية واللي هيكون شحنها لمدة 50 سنة. طبعا موضوع مجنون وحاجة غريبة ان انت تلاقي بطارية تقعد الفترة دي كلها من غير ما تتشحن. ده هيسهل لنا حاجات كتيرة جدا، لان اي سمارت فون هو حياته البطارية، الباور اللي بيدخله عشان يقدر ان هو يشتغل، وبدون بطارية ولا ليه اي لازمة. قيس على كده كل حاجة بتشتغل بالطاقة، اذا كانت اجهزة في بيوتنا متعددة الاستخدامات، او حتى العربيات الكهربائية اللي بنسمع عنها مؤخرا، او حتى المركبات الفضائية، او ممكن المدن ذات نفسها. دي احلام كبيرة قوي 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 احنا بنحلم بيها، بس ليه لا لما يتحول اول حلم الحقيقة احنا بنشوفها حاليا دلوقتي في حاجة مصغرة جدا قامت بيها شركة بيتا فولت الصينية. فمش بعيد ان احنا نلاقي الموضوع اتطور اكتر واكتر من البطارية الصغيرة اللي هم انشأوها، وهي بالمناسبة بطارية بتدي 3 فولت وحجمها قد حجم حجر الساعة الكبير شوية اللي بيبقى 15 ملي في 15 ملي وسمكها 5 ملي بس. فدي اول انتاج لميجا فولت للبطارية اللي بتقعد 50 سنة. وده زي ما جه في الاعلان اللي اعلنت عنه شركة بيتا فولت الصينية عن اول بطارية بالطاقة النووية بحجم 3 فولت، واللي قالت برضو بيتا فولت ان البطارية دي بتستحمل درجات حرارة عالية جدا ممكن توصل من 60 ل 120 درجة مئوية وهي شغالة ومفيش اي مشكلة فيها. فلو البداية بدأت بحاجة صغيرة زي كده، اكيد تطور العلم ممكن يوصلنا لحاجة اكبر بكتير من كده، زي ما قلنا لبطاريات عربيات مثلا او بطاريات مركبات او مدن بالكامل. مدام البداية بدأت صدقني الموضوع ان شاء الله بإذن الله يدوب هياخد وقته وندخل في حتة ثانية خالص. طيب بالنسبة بقى للأمان، هل موضوع الطاقة النووية ده فيه مشكلة زي موضوع المفاعل النووي والكلام بقى عن الطاقة النووية والإشعاع والكلام ده؟ الشركة زي ما قالت إن الموضوع أمان 100%، لأن مفيش أي تسرب إشعاعي والتفاعل اللي فيه مش زي التفاعلات اللي بتحصل في المفاعلات النووية إطلاقا. الموضوع بيبقى تفاعل بأجزاء بسيطة جدا 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 واللي بيولد الطاقة المستديمة اللي بتقعد الفترة دي كلها، وفي نفس الوقت مع انتهاء الفترة دي كلها اللي هي مثلا 50 سنة الإشعاع ده بيكون توقف تماما وبيتحول لنظائر نحاسية واللي ما يتمش تعرضها لأي مواد إشعاعية إطلاقا. وزي ما صرحت شركة بيتا فولت إن هي شغالة على المشروع ده بقالها سنين كتير، وأخيرا ظهر للنور بحاجة مبسطة، بطارية 3 فولت 1 واط وسمك 15 في 15 ملي وسماكة 5 ملي فقط. فأكيد هننتظر الأيام الجاية إيه اللي ممكن يتطور أكتر من كده من شركة بيتا فولت، واللي ممكن يتحقق بالتكنولوجيا الجديدة للبطاريات واللي بيكون قيامها بالكامل على الطاقة النووية. ده اللي أكيد هنعرفه في حلقات جاية من أخبار تك. لكن لو أنت أول مرة تشرفنا واتبعنا على القناة، فأكيد احنا سعداء جدا جدا بتشريفك لينا. فما تنساش لو عجبك الفيديو الإعجاب بالفيديو، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد بننشره على القناة. ولو في أي ملاحظات أنا مستنيها من حضرتك في التعليقات. كان معاكم أبو مالك من قناة أبو مالك، والسلام عليكم ورحمة الله.